ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في فقره انا صراحه بحبها جدا. انا بحب الحاجات اللي فيها علاقات انسانيه وعلاقات عاطفيه والحاجات دي كلها. وانا بدور في الكتب اللي ليها علاقه بالموضوع ده لقيت كتاب لفت نظري اسمه فيون كهانم وبابيون بي، والكتاب ده كمان عليه رسومات وحاجات شدتني جدا، هتكلم عليه اكتر. صح يا رند؟ يعني صراحه اسم الكتاب كتير لفت نظري، يعني فيون كهانم وبابيون بي، يعني ده عنوان جدا جميل. استاذه منى كثير مبسوطين لوجودك معنا. الكاتبه منى داوود مؤلفه كتاب فيون كهانم وبابيون بي معنا هنا في هو وهن. نورتينا. نورتينا. انا مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم. احنا كمان مبسوطين جدا. انا ورند بنحب الفقره دي قوي، فقره الانفصال والوجع والدراما الحياتيه دي بنموت فيها. صح صراحه. يعني انا بالبدايه حابه اسالك ايش قصه العنوان الكتاب؟ يعني والحلو فيه انه ملفت للنظر، كلياته رسومات واشياء حلوه. ليش اخترتي هذا العنوان للكتاب؟ اولا لان انا بحب جدا الرموز، لان بحس ان الرموز شويه فيها غموض، والغموض بيدي جاذبيه. طبعا هو الرمز فيونكا اكيد رمز للانثى لحواء، ورمز بابيون لرمز لادم. ولكن انا بقى يعني انا قعدت ادور كتير جدا ايه ممكن الرموز الغير اعتياديه. بس كمان كان قصدي برضو من فيونكا اللي هي البنت الطفوليه، يعني اقصد اللي لسه فيها مشاعر الطفوله. فين دي بقى؟ نجيبها منين؟ موجودين والله. موجودين والله، لان في نماذج سويه اكيد كتيره حلوه جدا في حياتنا. أوكي. وهكذا برضو البابيون حتى في الرسمه نفسها انا عامله له الشريطه، عايزه ابين ان هو كذكر مسؤول، اللي هو مكبل بمسؤولياته. أوكي. يعني دي كان ممكن قصدي منها. أوكي. ليه قلت برضو كان ممكن جدا اسميه فيونكا بس وبابيون. لكن انا كمان حبيت اقول فيونكا هانم بابيون بي، علشان بحب انا قوي العصور القديمه. اللي هي كانت الهانم سيده القصر المدلله اللي فيها رقي ومهندمه، وبرضو هكذا الرجل برضو اللي هو البي. فانا كنت عايزه ارجع باخلاقنا القديمه. نفسي نرجع تاني بقيمنا ومبادئنا بتاعت زمان، عشان كده حطيت معاها الهانم والبي. طبعا حاليا بيبقى شويه في سخريه ان اي حد يقول على الانثى هانم. والبي هي كانت طبعا لها القيم والمبادئ زمان. هي للاسف بس احنا دلوقتي اختلفت كتير، صارت نوعا ما تريقه حقيقي، سخريه خالص. انما هي كان زمان معناها سيده القصر. البي اللي هو الصفات الرجوله، اللي هو الباشا، اللي هو يعني صفه جميله للراجل. صح. احنا للاسف فقدناها. فهو دي زي جزئيه كده بتدور حوالين الكتاب، ان انا بتكلم فيها عن الشخصيات الغير متوازنه او حالات الفصل الانفصال، بعد شوية برجع أقول على التوازن وهكذا. فهي عشان كده نقيت فيون كهانم وبابيون بي. أوكي. الألوانات بقى كمان. تفضل. لأن كل جزئية أنا عايزة أقول كمان إن الكتاب عن إصدار كتاب الدار نشر حابي، والمصمم الفنان محمود شبيب هو اللي ساعدني كتير في إن ساعدنا بعض بالأفكار إن إحنا نطلع الغلاف الجميل ده. اللون الأزرق كمان أنا اخترته علشان اللون الأزرق بيدل على العمق والسماء والبحر، الاستقرار، الهدوء، السكينة، السلام. وأقصد منها هنا التوازن العاطفي. يعني هي دي علشان أنا قيت لون يدي توازن عاطفي، وهو ده اللي أنا عاملة منه علشان كده الكتاب. أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. أكيد حضرتك كاستشاري نفسي وأسري ساعدك الكتاب ده في أنك تكتبي القصص بتاعته، أو استوحيتيها من مثلا الناس اللي بتقابليهم بتساعديهم أن هم حياتهم تبقى أحسن، مش كده ولا؟ اكيد اكيد. ساعدني كتير كتير كتير، لان حتى الكتاب عن تجارب انسانيه، كله تجارب انسانيه. طب تجارب حقيقيه ولا من وحي طبعا خيالي؟ في حاجات منها حقيقيه، وفي حاجات انا زودت عليها الخيال. ويعني والخيال ادها، يعني انا حسيت ان هي برضو احيانا في تاتش خيال كده بيدي اللي هو يعني العارف الحته اللي مشطشطه كده دي. صح. يعني هاي اظني انت فيها عكستي الادوار. الست هي صارت تلعب دور الراجل، والراجل صار يلعب هو دور في مغامرة هنية. بالظبط. عملت كده. أنا بحب دايما أي قصة أبدأها أبدأ بسؤال. أوكي. يعني ما رأيك عزيزي أن أقوم بتبادل الأدوار؟ بحب أبدأ بسؤال، وبعد كده بشرح الأحداث بتاعة القصة والحبكة الدرامية، بعد كده بنهيها بالإجابات اللي ممكن
والرسالة، لأني أنا في كل قصة أنا عايزة أبعت رسالة في كل قصة من القصص. فأنا فعلا بدأت بمغامرة هنية علشان إحنا أعمل تبادل الأدوار، وكانت الرسالة هنا اللي بقدمها في القصة دي إن أنا عايزة كل واحد فيهم يقدر دور التاني. طب إيه رأيك لو لعبنا لعبة زي تبادل الكراسي؟ لعبة تبادل الكراسي دي قد إيه بتحسسني إن أنا لو فعلا تبادلت مع الشخص ده حسيت بمشاعر الشخص ده أكيد هقدره. يعني مثلا لو الزوج اللي بيتعب وبيخرج وبيشتغل برا، هي الزوجة متخيلة إن هو شوية جاي مش مقدرة مشاعره ولا إحساسه ولا تعبه. هكذا هو يعني أنا في القصة. ما رأيك عزيزي الزوج أن نتبادل الأدوار ليوم واحد فقط، على أن أذهب أنا إلى العمل وأنت تتولى أمورك المنزلية، ومن ساعة بقى بنصحى الصبح لأن تتحمل المشاكل للأطفال في الصباح. أرجوك عايزة وجبة طازجة، لأن عدم قيامك بالوجبات الطازجة معناه عدم الاهتمام بيه. وفي كل القصة كل شوية أقول له أرجوك ابتسم من فضلك كلما رأيتني. وبرجع. طب أنا راجل أهو بحضر وجبات عادي، مفيش حاجة. ده جميل جميل. طب بس ساعتها أكيد بتشعر إحساس الأنثى اللي في البيت اللي ممكن تتعب وتعمل أكتر من حاجة. لا أنا بشعره في التلفزيون، بشعره على السوشيال ميديا، بشعره في البيت، فأنا بشعره 3 مرات أكتر من أي أنثى. ده حضرتك أكيد مقدر لدور الأنثى. أكيد. هكذا الأنثى برضو لما بتنزل للعمل. أنا داعم دايما للأنثى. صراحة عمر داعم للأنثى. ومناصر جدا في البرنامج. مظبوط اللي هي عم تحكي. كثير بمجتمعاتنا بنواجه فكرة أنه الرجال بس يرجع على البيت يلاقي الست تعبانة ومش قادرة. أعتقد الموضوع ده.